أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درس مهم جدا وهو عن البريدج دايود. البريدج دايود مثل ما تشوفون هذا شكله، هاي أنواع مختلفة من البريدج دايود بأربع أطراف مثل ما تلاحظون، أربع أطراف، هذا الزائد وهذا الناقص وهذا الأي سي الوسطاني دخول الأي سي، كذلك أيضا هذا كلهن نفس الشيء. شوف هذا الزائد هذا الناقص لأنه مرسوم، هذا القطع معناه طرف الزائد، أي قطع طرف زائد اللي قابله بالنهاية هو الناقص، الوسطانيات هي الزائد. هنا يخليه زروف، ليش خل ثقب بهذا البريدج دايود؟ لأن هذا تيار عالي، هذا حين شد على مشتت حراري من الألمنيوم، ولهذا يخلوا له ثقب لأن يحمي تيار عالي. شوفوا حجمه أكبر شيء. هاي الخريطة مع البريدج دايود، منا دخول الأي سي، منا هذا الدي سي زائد يطلع ومنا ناقص. خريطة أخرى أربع دايودات تشكل لنا بريدج دايود، يعني مو هذا، هذا سب نصه، هذا بنصه أربع دايودات، بس ذني أربع دايودات نقدر نسوي منهن بريدج دايود. هاي الخريطة تدخل الاي سي من هنا ويطلع الدي سي من هنا، اي سي من هنا الدي سي يطلع هذا الزائد هذا الناقص. خريطة ثالثة ايضا من هنا يدخل الاي سي ومن هنا يطلع الدي سي. طبعا فائدة البريدج دايود هو تحويل التيار المتغير الى تيار مستمر، واي دائرة كهربائية لابد ان يوجد فيها دائرة بريدج دايود، دائرة مصباح اقتصادي، دائرة مصباح ليد، اي جهاز، ساتلايت، ريسيفر، تلفزيون، مكبر صوت، اي دائرة تلقي بيها بريدج دايود لازم بيها بريدج دايود، لان هي تحول لك الاي سي للدي سي. زين، فهاي ملاحظة مهمة حبيت اقول لكم اياها. هاي الخرائط من رادها من عندي، هاي خرائط، هاي رقم 1 رقم 2 رقم 3. وبالنسبة للمبتدئين هذا شكله، هاي جبت لكم مجموعة من البريدج دايود يكون بأربع أطراف، هواي شركات تشتغله. شوفوا لاحظ زين، أربع أطراف واسم الشركة مكتوب، ومحددي لك الناقص والزائد، ومحددي لك دخول الأي سي. شوف كلها محددي لك دخول الأي سي، كل الشركات هنا كاتب لك أي سي، هنا خال العلامة، هنا خال أي سي، هنا خال العلامة، هاي منا الأي سي وهذا منا الدي سي. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.